في سؤال واحد بس بيخطر على بالي لما بتفرج على مباراة المنتخب السنغال، ماذا لو منتخب السنغال كان عنده مدير فني قوي شوية تكتيكيا، مدير فني عنده طريقة لعب مميزة؟ يا لهوي، والمصحف الفرقة دي كانت نايمة افريقيا كلها من المغرب بجد والله. يعني المنتخب السنغالي عنده اتقل جيل في افريقيا، مع احترامي لكل المنتخبات في افريقيا، السنغال عنده اتقل جيل في افريقيا كاسامي لعيبه، اتقل محترفين في القاره كلها موجودين في المنتخب السنغالي، لعيبه عندهم انضباط عالي جدا، تكتيكيا ملتزمين جدا جدا، فرديا عاليين جدا. فالمنتخب السنغالي لو كان عنده مدير فني قوي كانت الحسبه اتغيرت 180 درجة بجد والله، كانت الحسبة اتغيرت بنسبة كبيرة جدا، كان المنتخب السنغالي اتغير بشكل غير طبيعي. يعني المنتخب السنغالي مثلا الدورة دي عمال ينوع شوية 4 3 3 4 2 3 1 4 3 3 نرجع ل 4 2 3 1 النهاردة. فالمنتخب السنغالي عنده شوية أفكار كده، الأليو سيسي تقعد تفكر هو الراجل ده عنده طريقة لعب دفاعية ازاي؟ يعني ازاي يبقى عندك ساديو ماني، وازاي يبقى عندك ادريس اجانجيه، وازاي يبقى عندك مندي الحارس ومندي بتاع ليستر سيتي الديفندر، وازاي يبقى عندك لعيب زي عبده ديالو وكوليبالي، وعندك بونسار، وعندك كمان لعيب الناحيه التانيه زي ساليو سيسي. انت عندك يا باشا اربعه في خط الدفاع يخلوك تطير الاطراف وتطير نص الملعب وما تعولش هم اي حاجه يا باشا. يعني عندك نص ملعب فيه شيكو كوياتي وفيه مندي هيقدروا ان هم يستخلصوا لك كوره، وعندك قدامهم لعيب زي ادريس اجانجيه هيلعب الفرقه مستريح، وعندك واحد من افضل الاطراف في العالم كله ساديو ماني. ساديو ماني لما بيكون في حالته الدنيا بتتغير تماما. اتفرج على ساديو ماني في الهدف الثالث الفينش بتاعه عامل ازاي، رغم ان منتخب بوركينا فاسو من افضل الفرق كمجموعه، الا ان منتخب بوركينا فاسو كان بيعاني معاناه غير طبيعيه النهارده قدام المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي مش هو اللي يلا تخ 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 هنوصل للجون في لمستين زي منتخب بوركينا فاسو، المنتخب السنغالي كل التقل كله مرمي على ساديو ماني، علشان خاطر ساديو هو اللي بيحرك الفرقه في الشكل الهجومي. بس ساديو للامانه لما بيكون في حالته زي ما بنتكلم الوضع يبقى صعب على اي فرقه. فساديو ماني كان عنده حلول الشوط الاول، ساديو ماني كان بيحاول ان هو يفتح جبهه ناحيه الشمال بالنسبه للمنتخب البوركيني، بس الامانه عيسى كابوري وجوستافو سنجاري كانوا واقفين قدامه كويس جدا الشوط الاول. الشوط الاول اللي كان بطله الحكم بملك تسام اللي هو بسم الله ما شاء الله الراجل جاي يحسب ضربات جزاء وخلاص، اللي هو الحارس بتاع بوركينا فاسو هيرفي كوفي طالع مضروب والراجل خلاص، يعني الراجل حرفيا بيموت، انت لا حاسب على ضربه جزاء يا ابني المفتريه ازاي؟ طيب الواد طالع مضروب وهيتغير وانت حاسب على ضربه جزاء ازاي؟ وبعدين يعني ضربه الجزاء الثانيه انت رايح واثق او بتدي انذار بناء على ايه؟ يعني انت شايف الكوره؟ ما هو لو شايف الكوره تبقى مصيبه، لان الكوره جايه هنا وجت في ايد اللعيب بتاع بوركينا فاسو، فانت حاسبها بناء على ايه ورايح بكل ثقه؟ لا 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 هي جت في ايدك يا عمي. حكام في افريقيا عندها قرارات غريبه بس عندهم شويه علاقات، يعني بملك ده لون ان هو عنده علاقات ما كانش ابدا حكم ماتش نص نهائي، بس هي الكوره في افريقيا غريبه اساسا. المنتخب البوركيني بكاميا ميو المدير الفني بصراحه عامل مجموعه محترمه جدا، المدير الفني اللي قادر يوظف لعيبته كويس في الملعب صح، وقادر يخليهم يقفوا في الملعب صح، والوقفه الصح بالنسبه لاي فريق بتتعب اي فرقه بتلعب كوره. فالمنتخب البوركيني بيعرف يقف في الملعب صح في الحاله الدفاعيه، وفي الحاله الهجوميه بيقدر ان هو يستغل سرعات الاطراف، وبيقدر ان هو يدور على باندي، يدور على برتراند تراوري، يدور على بيالي، يدور على الاطراف بتاعته علشان خاطر تنقل له الهجمه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، وللامانه بيعرفوا ينقلوها بطريقه جميله جدا وبسرعه غير طبيعيه بيمتلكها لعيبه المنتخب البوركيني. بس النهارده انت جاي قدام منتخب السنغالي لو فتحت وفي بس كده طرف مساحات بدات تظهر، يعني مساحه بس صغيره كده ورا الباكات او ورا الاطراف بدات تظهر، المنتخب السنغالي هيزعلك، وده اللي حصل للامانه. المنتخب السنغالي كان خطير الشوط الاول بس كان ناقصه حته التهديف، ساديو ماني صوب والحارس البديل طلع، دي كانت اخطر فرصه بالنسبه للمنتخب السنغالي. علشان يجي المنتخب السنغالي في الشوط الثاني عبده ديالو مساك باريس سان جيرمان يقدر ان هو يسجل الهدف الاول للمنتخب السنغالي والمباراه تفتح. بعد كده ساديو ماني بياكد ان هو اهم مفتاح في الفرقه، بياخد الكوره يبص شوف ادريس اجانجيه جاي له من تحت يلعب له، ادريس اجانجيه يسجل الهدف الثاني، خلاص ريحنا يا جماعه والدنيا بالنسبه لنا خلصت، والمنتخب السنغالي مبروك بقى موجود معانا في الفاينل. عشان خاطر نلاقي ان ابراهيم توريه اللعيب بتاع بيراميدز الجديد قدر ان هو يسجل
هدف تكريس الفارق، الكره اللي خبطت في ركبته وغلطه مندي، علشان ساديو ماني يجي في النهايه ويقول لك انا مان اوف ذا ماتش، انا ساديو ماني، انا جاي لك ابو صلاح، اللي هو ابو صلاح اكسب بكره الكاميرون علشان نتخانق مع بعض ونشوف مين افضل لاعب في افريقيا. يا تمني انت شكلك ما بتنساش، لا بس بصراحه عامل حته جون في النهايه اللي هو فينش، عظمه على عظمه بصراحه. ساديو سجل الهدف الثالث ليه. انا بصراحه قلتها من زمان، قلت ان بالنسبه لي لو مفيش فرقه عربيه خدت الدوره دي انا افضل ان المنتخب السنغالي هو اللي ياخد الدوره دي بصراحه. يعني من سوء حظي ان انا كمشجع منتخب السنغال لقيت ان السنغال وقعت مع مصر في تصفيات كاس العالم، بس ان شاء الله باذن الله تحصل معجزه من عند ربنا ونعرف نعمل معاهم حاجه في تصفيات كاس العالم، وان شاء الله باذن الله نلعب مع بعض كده نهائي كاس الامم الافريقيه، نقدر ان احنا نكسب المنتخب الكاميروني بكره ونوصل نلاعب المنتخب السنغالي وربنا يسترها علينا من الفضايح، لان احنا السنغال او بوركينا فاسو كان الوضع هيكون صعب على اي حد هيصعد للفاينل، لان الامانه السنغال فرقه بنجومها الكبار بخبرات لاعبتها بالجيل اللي موجود حاليا في المنتخب السنغالي قادر ان هو يكسب اي حد، والمنتخب البوركيني بتحولاته من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه هيكون مش له مساغه ابدا للفرقه اللي هتلعب ثالث ورابع معاه. فانت النهارده اتفرجنا على فرقتين من افضل الفرق اللي موجودين في افريقيا حاليا، فرقه شابه زي فرقه بوركينا فاسو وفرقه مسيطره على القاره بالطول والعرض في التصنيف وهي فرقه المنتخب السنغالي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فابرح ده كبره، هذا رايك واحترم.